هل يجوز نبش القبور بحجة توسيعة الشوارع؟ وإذا كان لا يجوز هذا فإن فيه مقبرة بأم الحمام بالرياض نبشوا قبورها وبقي بعض منها بعضا ونسفوا التراب على الآخرين. نبش القبور الشوارع محل تفصيل ومحل نظر ويحتاج إلى عناية، فلا تنبش إلا عند الضرورة، عند الضرورة القصوى لمصلحة الأحياء. وإذا أمكن صرف الطريق والاستغناء عن نبشها فهو الذي يجب. فإذا دعت الضرورة إلى نبشها نبشت ونقلت العظام والرفات نقل إلى طرف آخر من المقبرة أو إلى مقبرة أخرى. أما ما يتعلق بأم الحمام ما بلغني هذا، وسوف ننظر في هذا إن شاء الله هذا ذكره السائل. ولكن ما يتعلق بنبش القبور المصالح العامة هذا محل نظر، يجب على الدولة والمسؤولين أن يتحفظوا في ذلك. إذا دعت الضرورة إلى ذلك ولم يوجد مندوحة في أمر ينفع الأحياء وفي مصلحة الأحياء فلا بأس أن تنبش في الضرورة وتنقل رفاتها ينقل الرفات إلى محل آخر من المقبرة أو إلى مقابر أخرى. ولم نبش في عهد معاوية رضي الله عنه وأرضاه بعض القبور قبور أهل أحد لمصالح رآها معاوية رضي الله عنه وأرضاه. وقد نبش جابر أبرأ فيه أخرج أباه من قبره ووضعه في محل آخر مما خاف عليه السيل، رواية أنه كان دفنه مع شخص آخر فأخرجه وجعله في قبر مفرد. فالحاصل أن نبشه لمصلحة مصلحة الميت، كان في محل يستهان ويوطأ ويبتذل فنقيل إلى محل رصون مرتفع بعيد عن الاستهانة فلا بأس لمصالح الموتى. وهكذا النبش لمصالح الأحياء مصالح العامة من الضرورة دعت الضرورة إلى ذلك. أما إذا أمكن عدم النبش وأن تصرف عنه الطرق فهذا هو الواجب.